Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. الحروب عموما هناك الكثير من التفاصيل الفرعيه ولان الحروب يصنعها ويقودها البشر فان قراراتهم وتصرفاتهم اثناء الحرب توازي في اهميتها ما تفعله الاله العسكريه في الميدان في حرب غزو العراق عام 2003 كانت تصرفات القياده العراقيه من اغرب ما يمكن ان يطلع عليه الفرد في تجارب الحروب المعاصره وربما كان السبب هو ان الجانب العراقي كان فاقدا لاراده الفعل الحر منذ بدايه الحرب لان كل الظروف الموضوعيه فرضت عليه ان يقوم برد الفعل فقط اعتمادا على تصرفات العدو المتفوق في كل شيء، ورغم تلك الظروف فان الطبيعه الشخصيه للقياده العراقيه اثناء حرب عام 2003 كانت تلقي بظلالها الخاصه على سير المعركه، كان واحد من التصرفات الغريبه وغير المفهومه للقياده العسكريه العراقيه هو اتخاذ قرار نقل قياده الحرس الجمهوري. من قيادته الاصليه الى القياده البديله اعتبارا من يوم 3/4/2003، اي اثناء تقدم القوات الامريكيه لاحتلال مفرق اليوسفيه وتقاطع غرب بغداد في ناحيه الرشيد والذي تكلمنا عنه في الحلقه السابقه. ولتوضيح الصوره فان قياده الحرس الجمهوري قبل الحرب ولسنوات سابقه كانت تتمثل في الثلاثي المشرف على الحرس قصي ورئيس الاركان الفريق اول سيف الراوي وامين السر العام الفريق كمال مصطفى. اما القياده البديله فقد تمثلت بالثلاثي وزير الدفاع الفريق اول سلطان هاشم ورئيس اركان الجيش الفريق اول ابراهيم عبد الستار الذي سبق له ان شغل منصب رئيس اركان الحرس في التسعينيات والفريق اول اياد فتيح حراوي رئيس اركان جيش القدس والذي سبق له ايضا ان قاد الحرس الجمهوري في المرحله الاخيره من الحرب العراقيه الايرانيه وحرب الخليج الثانيه. عام 91 ورغم أن الفريق أول سيف الراوي أشار في شهادته المتلفزة إلى أن موضوع نقل القيادة قد استمر لمدة 24 ساعة فقط إلا أن الفريق مجيد الدليمي قائد الفيلق الأول الحرس يثبت في مذكراته أن موضوع نقل القيادة استمر لمدة خمسة أيام وبالتحديد لغاية الساعة الخامسة عصر يوم الثامن من نيسان عام 2003 من المعروف طبعا أن الفريق إبراهيم كان يتدرج في مناصبه العسكرية داخل الحرس الجمهوري منذ فترة الثمانينات وحسب رواية الفريق مجيد فإن كل من الفريقين سيف الراوي وإبراهيم عبد الستار كانا على غير وفاق منذ أن تسلم الأول منصب رئاسة أركان الحرس من الثاني ومرة أخرى يتجلى لنا أن العامل الشخصي كان يلقي بظلاله على كيفية إدارة المعركة على المستوى الميداني بفعل حالة التنافس الموجودة بين وزارة الدفاع والحرس الجمهوري، وهي حالة مسؤول عنها بلا شك رأس الدولة، والمقصود طبعاً صدام حسين، ومن يريد الاستزادة أكثر حول هذه النقطة بالتحديد له أن يراجع الحلقتين 12 و13 من هذه السلسلة حول خطة الدفاع عن بغداد وطبيعه العلاقه بين الحرس ووزاره الدفاع. المهم ان لحظه قرار نقل القياده من الاصليه الى البديله تجسدت في مشهد دخول كل من وزير الدفاع والفريق ابراهيم رئيس اركان الجيش الى المقر البديل للحرس مقابل مطعم الساعه في شارع 14 رمضان، عندما كان الفريق مجيد قائد الفيلق الاول يشرح الموقف لرئيس الاركان الفريق اول سيف. كانت اول اشاره لنقل القياده هو عند زيارتي لمقر الحرس الجمهوري البديل في المنصور مقابل مطعم الساعة في الجهة الثانية للشارع 14 رمضان، وبينما كنت أشرح الموقف إلى السيد رئيس أركان الحرس الجمهوري، دخل السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش، وبعد تبادل السلام خاطبني السيد رئيس أركان الجيش وقال لي فريق ركن مجيد جئنا لنقود. استغربت من هذا الحديث، في هذا الوقت دخل السيد المشرف. لكن الحديث استمر بيني وبين السيد رئيس أركان الجيش، وأعرف جيدا أن كلامه هذا ليس موجها لي بل إلى السيد رئيس أركان الحرس الجمهوري، لأنني أعرف أنه كانت هناك خلافات بينهما منذ استلام السيد رئيس أركان الحرس الجمهوري المنصب بدلا من السيد رئيس أركان الجيش، الذي كان يشغل هذا المنصب، حيث لا أرغب بذكر الأسباب التي يفترض تجميدها أو نسيانها في هذا الوقت الحرج. قلت للسيد رئيس أركان الجيش ما نصه: سيدي أنت آمرنا قبل أن تكون قائدنا، فليس من العيب أن تساعدنا. لأنني كنت لحد هذه اللحظة أعتبر أن زيارتهم لمقرنا تعني التنسيق وليس القيادة. لذلك لم أقل له: تقودنا بل تساعدنا. أجابني للمرة الثانية: جئنا لنقود. عرفت المقصود لذلك، قلت: على بركة الله. ويؤشر الفريق مجيد في مذكراته ان المشرف على الحرس قصي كان يحاول الا يفقد الاستشاره او القرارات لاي من القيادتين الاصليه والبديل بل ويذهب الى ابعد من ذلك حيث يرى ان تكليف وزير الدفاع بمهمه قياده الحرس الجمهوري شكل عبئا وحرجا شديدا عليه كونه يصعب عليه معرفه اغلب اسماء القاده وانفتاح الفرق والتشكيلات التابعه للحرس بشكل مفصل ولم يسبق له حتى الاطلاع على خطة الدفاع عن بغداد أو خطة أمن بغداد في ذات السياق يؤكد اللواء الركن الطيار علوان العبوسي هذا التحليل حيث يقول في لقاء عدد من الضباط مع وزير الدفاع الفريق أول الركن سلطان هاشم وكان السؤال الموجه لسيادته كيف ستتم القيادة والسيطرة على خمسة جيوش الجيش النظامي والحرس الجمهوري والحرس الخاص وجيش القدس وجيش فدائي صدام وجيش الحزب كان جوابه لا افهم كيف فانا مسؤول عن الفيالق الخمسه فقط اي الفيالق التي يتكون منها الجيش النظامي وهناك تنسيق من خلال القاده السياسيين للمناطق الجغرافيه التي اسست بقيادتهم اي بمعنى اصح ليس هناك تنسيق مشترك للحرب ولم يقف التخبط عند هذا الحد بل ان صدام عند زيارته لمقر الحرس مساء يوم 6/4/2003 كان غير راضي عن اداء الحرس الجمهوري وقيادته وهنا أبدى رأيا صادما مفاده أنه يريد تكليف الفريق كمال مصطفى بمهمة قائد الحرس لكن الأخير أجابه بعبارة: سيدي إن رئيس أركان الجيش هو قائد الحرس وهو اجدر مني بذلك، لكن الفريق مجيد يبدي تحليلا صادما مفاده انه يرى من خلال هذه الحادثه بالذات ان القائد العام اي صدام حسين لم يكن يعلم قطعا ان هناك قيادتين للحرس الجمهوري، لانه كان يتعامل عند زيارته لمقر الحرس مع القياده الاصليه. ازاء هذا يبرز السؤال التالي. إذا من الذي أصدر أمر نقل قيادة الحرس في تلك الفترة؟ وإذا كان تحريك دبابة بدون أمر يعتبر جريمة داخل الحرس الجمهوري، فكيف إذا تنقل قيادته دون علم القائد العام؟ هل يمكن أن يكون الموضوع قد تم بناءً على توجيه المشرف على الحرس قصي باعتباره قائد المنطقة الوسطى؟ يذهب الفريق مجيد إلى أن هناك ثلاثة أسباب من وجهة نظره لحدوث نقل قيادة الحرس. أولاً: إن مقر وزارة الدفاع أصبح بلا مسؤولية بعد تشكيل قيادات المناطق الأربعة على مستوى العراق، وبما أن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ضابطان عريقان في القوات المسلحة العراقية حينها، ومشهود لهما بالقيادة، ولا يمكن الاستغناء عنهما، ولغرض مساعدة المشرف على الحرس ورئيس أركانه تم اتخاذ هذا القرار السبب الثاني قد يكون ضمن تفكير قصي في حالة طلب المناور من فيالق الجيش العراقي لتعزيز أي مكان من ضمنها الحرس يكون من السهولة لاختصار الوقت كون أصحاب القرار في مكان واحد ثالثا الحرب النفسية الأمريكية من خلال بث أخبار تتحدث عن اتصالات أجريت مع قادة كبار في الجيش قبل وأثناء الحرب من أجل الترتيب لانقلاب عسكري أيا تكن منطقية كل أو جزء من هذه الأسباب التي شخصها قائد الفيلق الأول للحرس فإنها بلا شك كانت تعبر عن ما يمكن تسميته بحرب الجنرالات التي كانت تدور في الخفاء وعلى نار هادئة داخل أروقة القيادة العسكرية العراقية العليا وكانت غايتها على ما يبدو ما ذهبنا إليه سابقاً من التسابق لكسب الحظوه لدى الرئيس ومحاوله تسيير توجيهاته وافكاره العموميه لصالح توجهات وافكار شخصيه، من هنا ايضا ربما يمكن ان نفهم لماذا تكررت عباره الاراء الاخرى التي اشار اليها الفريق اول سيف الراوي في شهادته المتلفزه عام 2007 وهو يشرح سبب التاخر في اصدار بعض القرارات التي رافقت عمليه عبور القوات الامريكيه ووصولها الى حدود بغداد والاقتراب المباشر من العاصمه، وهي نفس الفتره الزمنيه تقريبا التي حدث فيها قرار نقل قياده الحرس من الأصلية إلى البديل أنا اتخذ خط صد للدفاع عن المفرق اليسرية ورجعت عني باتجاه السيد قصي الله يرحمه هذا الرجل النبيل المتواضع لقيته في مقرنا بالمنصور بغلنا كان بالمنصور شارع الأميرة مقر آخر قعدت هناك قلت له حكيت الموقف قلت له هم بعد عدنا من الان الى الطيار خلينا نسحب الخط الثاني ودخل اراء اخرى ومحصة الموافقة نرجع للخط الثاني زاد سيد الرئيس الظهر في مقر المنصور مقر المنصور وكان معي عالية وشلون حال المقاتلين قلنا لهم جيدين إن شاء الله والعدو هذا يتروصد بالمفرق شنينا عليه غارات بالليل بس ما حط راح من من يحضر السيد الرئيس كل تحكي حتى نعطيك مجال تتكلم ما حط فكرة العودة للخط الثاني أمام السيد الرئيس نعم وغادر بعد فترة غادر ما صحيح؟ نعم لأن هو هذا سهل عبور العدو وخلي بتوازننا بشكل كامل ها؟ فبنتوالي عبر العدو أي جسر اللي يعني مثل السيد مشرف شيء كنت كارثة كارس قاعد شو بتخليه يفكر للخط الثاني ولا تلقط عاد الحصار الحصر بدل عدوات عبرت يعني هسه راح ترى العدل نقل الطريق السريع وحطنا كنا ما حصلت الموافقة على عودتنا للخط الثاني السيد مشرف كان مأيد يعني هو حقيقة دخلت آراء يعني ما ابتعد هذا المسلك وقاعد ننتظر نشوف الموقف من, من يتحمل مسؤولية عدم اتخاذ هذا القرار؟ والله بالنسبة لي أنا طرحت الموافقة بس ما يعني اقول لك من يتحمل يعني ممكن عنده وجهه نظر يعني قسم يقول لك القطاعات في ارباك بالحركات وكانت احنا نحجم العدو نحتوي رجعه من هالاتجاه يعني اراء تختلف مم. بس ادري هو القرار للقائد أنا مو قائد يعني ما عندي صلاحية أحرك فوج أو لواء أنا أعطي مشورة وخطط ومن الموافقة تتنفذ هنا أيضا يمكن أن نفهم سبب تواجد القيادتين الأصلية والبديلة في ذلك الاجتماع غريب الأطوار الذي انفرد بروايته الفريق رعد الحمداني قائد الفيلق الثاني للحرس بعد ظهر يوم 2/4/2003، وحديثه عن التوجيه الرئاسي بنقل القوات من جنوب بغداد إلى شمالها، حيث أن الحضور الذين ذكرهم الفريق رعد في مذكراته يمثلون القيادتين الأصلية والبديلة، باستثناء غياب الفريق كمال مصطفى أمين السر العام للحرس. ومن هنا أيضاً يمكن أن نفهم كيف أن الصراعات الشخصية قبل الحرب قد تم تغذيتها وشحنها بكميات مضاعفة خلال فترة الحرب من خلال هذا القرار وأمثاله في وقت كانت الأمور تتطلب أحوج ما يمكن من التنسيق ووحدة الهدف بين أركان القيادة العسكرية العراقي ربما لو أن الإدارة الأمريكية بشقيها السياسي والعسكري أرادت أن تبذل قصارى جهدها لعرقلة منظومة القيادة والسيطرة العراقية على أعلى مستوى قد لا تصل الى مستوى الايذاء الذي فعلته القياده العراقيه بنفسها قبل الحرب وخلالها بوجه خاص اعتمادا على مثل هذه الحوادث. هذه الصوره يتحملها بشكل اساسي من امسك بقبضه يديه منفردا بزمام القياده السياسيه والعسكريه في العراق على مدى اكثر من ربع قرن وهو الجاهل بابسط ادبيات العلم العسكري وفن الحرب. وما حصل عام 2003 كان مصداقا للصدأ والجهل المركب الذي اصاب فكره من كان يحمل اعلى رتبه في الجيش العراقي، منحها هو لنفسه بموجب قرار رسمي وقع عليه هو بنفسه عام 79، ليرقي نفسه من رتبه فريق اول ركن الى رتبه مهيب ركن، مع انه حتى في رتبه الفريق الاول فقد حصل عليها بقرار خاص. قبل وصوله الى منصب الرئاسه عندما كان نائبا لسلفه احمد حسن البكر بل ونال درجه الركن بشكل فخري بعد ان افتتحت جامعه البكر للدراسه العسكريه العليا في منتصف السبعينيات من القرن العشرين مع ان مثل هذه الرتب العليا تحتاج الى خدمه فعليه وتدرج في المناصب العسكريه لا يقل عن عقدين مثل هكذا شخص كان يجمع كل السلطات في يده ويمنع التحرك باي اجراء دون موافقته ولم يكن يعرف شيئا بل وكان يحلق في عوالم اخرى تماما لدرجة أنه في تلك الأيام العصيبة من الحرب يوجه مكتبه الخاص بترجمة وقائع المؤتمر الصحفي الشهير لصهره حسين كامل بعد خروجه إلى عمان صيف عام 95 رغم أن ذلك الحدث كان قد مضى عليه ثمان سنوات تقريبا وقت وقوع الحرب ولعل من غرائب ما يشار فيه حول هذا الموضوع ما ذكره المحقق جون نيكسون في كتابه حول استجواب صدام بعد الغزو لدى تناولنا موضوع حرب 2003 بدا صدام غير ملم بالواقع العسكري فكادت تعليقاته ان تكون غريبه وغير واقعيه كما بدا غير ملم بتفاصيل هجوم قوات التحالف او جهود القوات العراقيه المدافعه وما قاله عن استخدام القوات الامريكيه لقوتها الجويه تدل على نقص في فهمه للاسلوب الحربي الامريكي في تنسيق مهام وحداتها الجويه والبريه واوحى لنا بانه كان يعتبر هذه الاساليب بانها لم تكن عادله او منصفه او شريفه عرضنا على صدام خريطه للعراق لتساعدنا في مراجعه مواقع المواجهات العسكريه ولكنه لم يتذكر تحركات القوات ولا ما نفذته قواته البريه من عمليات مهمه ثم في وقت لاحق اجرى صدام مقارنه بين حرب العراق والحرب الاهليه الامريكيه موضحا ان الذي ادى الى خساره الجنوب امام الشمال يعود الى ان القوات المنشقه كان عليها ان تقاتل وهي تتسلق اراضي مائله لم افهم ما كان يقصده فطلبت منه توضيح ما قاله اشار الى الخريطه وقال ان الجنوب يقع اسفل الشمال فكان على الجنوبيين ان يقاتلوا عدوا كان على الدوام فوقهم على مدار سنوات وعشرات الاجتماعات العسكريه لم يكن هناك مجال لقول الحقيقة أو جزء منها في كثير من الأحيان أمام صدام. فكيف يمكن أن يقال ما يمت للحقيقة بصلة والرئيس يطبق مبدأ غريب الأطوار مفاده أن الواحد منا بعشرة أي أن الجندي الواحد في الجيش العراقي يعادل عشرة جنود في الجيش الأمريكي. على هذا الأساس كانت تعدل التقارير وتختفي التقديرات الحقيقية للموقف. وإن كانت في أحيان أخرى يجري تداولها بين القادة انفسهم في اجتماعاتهم الخاصة، لكن الامر يختلف تماما عند لقائهم بالرئيس. مما لا شك فيه ان قادة الجيش العراقي عام 2003 كانوا يتمتعون بقدر غير قليل من الكفاءة العسكرية اعتمادا على تجارب الحربين السابقتين مع ايران وامريكا. لكن ظروف الحصار والفجوة التقنية المتزايدة بين الجيشين العراقي والامريكي، بل وحتى فلسفة استخدام صنوف القوات المسلحة تجعل من الصعب على اولئك القادة ان يديروا دفة حرب حديثة تجري مع مطلع القرن الحادي والعشرين بمستوى غير الذي قدموه خلال مجريات الحرب. كان من اهم الفوارق هو اعتماد فلسفة القوة الامريكية على الاستخدام المكثف للنيران في ساحة المعركة قبل الزج بالقوات البرية، والاعتماد الكثيف على وسائل الاستطلاع الحديثة ودخول الطائرات بدون طيار حينها، فضلاً عن التحديث المستمر للقوه الجويه والصاروخيه وبالتالي فان طبيعه الاسلحه التي كان يعتمد عليها الجانب الامريكي تتيح له امكانيه التفكير ورسم الخطط بطريقه تختلف تماما عن تلك التي يفكر بها الجانب العراقي الذي يعتمد بالدرجه الاساس على الزج بالقوات البريه والتفكير بالقوه الجويه والصاروخيه كاسلحه سانده تستخدم في المرحله المبكره جدا من الهجوم Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. <todic noise>